لما خالد خوجه بشيل علم الثوره وبعده هاشم طار مشان لؤي الحسين اللي هو اللي ما بيمثل غير 5 أو 6 اشخاص في دمشق، واعلان تيار وكان في دمشق من حضن النظام، فهي كارثه كبيره انه يكون خالد خوجه رئيس الائتلاف. إزاحة علم الثورة بالنسبة لنا للائتلاف اللي عم بيقول إنه هو عم بيمثلنا، فهو إهانة للثورة وإهانة لشباب الثورة وإهانة لدم الشهداء اللي راح والأطفال اللي عم ينقصف يوميا. نحن صرنا ورفعنا هذا العلم كان رمز لنا، ولما أنت بدك تمثلنا أول شيء رفعت الرمز يلي نحن معتبرينه هو رمز لنا، فبكل بساطة أكيد في إهانة للثورة بهذا الشيء. بغض النظر عن شخص لؤي الحسين أو غيره، سواء انشق مؤخرا أو انشق، ما كان في أي مبرر او اي مكسب سياسي لانه ينزاح علم ثوره او انا فورا مجرد يعني الموضوع ما اخذ مع خالد خوجه ثواني بينه زيح علم خلص ماشي. فهل موضوع التنازلات بسهوله امر جدا مستهجن ومرفوض؟ هذا العلم رمز لنا كلياتنا السوريين الاحرار، رمز كل الثوار. فامبارح لما ازاح علم الثوره ازاحت ثوري خالد خوجه ان كان ثوري ماشي، هل هو تنازل عنه بسهوله لانه يبدو احد الدول الداعمه له قالت له يتنازل؟ فهو اكيد ما هو عارفان ليش، يعني انه ليش حقيقه يلي دعمه قال له بعد على مو اكثر ولا اقل. بالنسبه للخفايا السياسيه، حتى لو كان في خفايا سياسيه جدا كبيره وعلى قد ما كانت يعني حجمها كبير وهامه وجدا، هذا الشيء ما بيخوله لخالد خوجه انه يزيح علم الثوره من كرمال هاي الشغله.